ولمناقشة تقرير المنظمة الدولية للطفولة يونسف حول أطفال العراق تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أمستردام المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أوروبا السيدة حنان عبد اللطيف. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أخي، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. حياكم الله. المنظمة كما تابعتم معنا، منظمة اليونسف، صنفت العراق ضمن أخطر 10 دول لعيش الأطفال في العالم. ما الأسباب التي أوصلت البلاد إلى هذه المرتبة؟ نعم طبعا نؤدي ذلك أولا إلى الاحتلال المركب، الاحتلال الأمريكي الإيراني، يعني بالرغم من أن الإدارة الأمريكية ادعت أن احتلال العراق جاء لنشر الديمقراطية، فجميع العالم شاهد الوجه القبيح لهذه الديمقراطية التي أصبح ضحاياها الأطفال والنساء وكبار السن. طبعا وانعكاسات الاحتلال على المجتمع العراقي من انتشار الفساد الحكومي وانعدام الأمن وانتشار الميليشيات التي أصبحت تسيطر على كل مفاصل الدولة، والسلاح المنفلت وانتشار تجار المخدرات وتجار البشر من المتنفذين في الدولة والميليشيات الحاكمة، والإهمال المتعمد من قبل جميع الحكومات للتعليم والصحة وارتفاع معدلات البطالة والفقر وعدم تحسين الوضع المعيشي للمواطن العراقي. كل هذه الأسباب أثرت على البيئة التي يعيش فيها الطفل العراقي طبعا، والعمليات العسكرية ودخول وإدخال تنظيم داعش الإرهابي إلى محافظات الغربية والموصل، كل هذه العوامل جعلت من البيئة التي يعيش فيها الطفل العراقي بيئة غير صحية، وصنفتها اليونيسف وصنفت العراق على أنه أسوأ 10 دول يعيش فيها أطفال العالم. من النقاط المهمة التي ركز عليها التقرير هو ذكره احتجاز أعداد كبيرة على يد القوات الأمنية وفي أماكن احتجاز غير آدمية، والسؤال هنا عن التهم التي يمكن أن توجه لطفل أو لأطفال كي يتم احتجازهم بهذه الطريقة. نعم، أولا الأطفال المحتجزين هم من محافظات، معظمهم طبعا من محافظات الغربية والموصل التي وقعت في يد تنظيم داعش الإرهابي، والحكومات العراقية بدءا من العبادي وانتهاءا بالكاظمي تصنفهم وأهاليهم بالدواعش، بحيث جعلت من هذه التهمة الكيدية حجة لاعتقال الأطفال الذين ينحدرون من عوائل فقيرة ولم يستطيعوا النزوح إلى كردستان أو يهربوا إلى الخارج كما حصل مع العوائل المقتدرة إبان دخول تنظيم داعش الإرهابي. فالأطفال أجبروا في فترة احتلال داعش على العمل والذهاب إلى معسكرات التدريب، ومن يمنع أبنائه يتم قتله هو وأبنائه، ولأن الحكومات العراقية طائفية ترفض الاعتراف بالمعاناة والمآسي التي عانوها هؤلاء الأطفال، ولم توفر لهم دورات تأهيلية أو علاج نفسي واعتبرتهم إرهابيين، بل تعرض الأطفال إلى تعذيب نفسي وجسدي واغتصاب، ووصل الأمر بالعناصر الأمنية أن يقوموا ببيع الأطفال من سجن إلى سجن آخر. نعم. لأسباب الاستغلال الجنسي، استغلال عوائلهم ماديا. أستاذة حنان، حتى لو كان هناك أطفال كانوا ضحايا استغلال داعش أو غيرها من الجماعات، لماذا يتم التعامل معهم بهذه الطريقة؟ يعني نعود للتقرير الذي أشار إلى ما تفضلتم به، أن جل الأطفال المعتقلين والذين يتم إيقافهم على خلفية تهم تتعلق بأمن الدولة. تخيلي أن طفلا لم يتجاوز 18 عاما يتهم بتهمة تتعلق بأمن الدولة، كيف يمكن قراءة هذا النوع من التهم، وما الذي يمكن أن يشكله أطفال على أمن الدولة؟ نعم نعم سيدي الكريم، هذه التهم كما ذكرت قبل قليل هي تهم كيدية وطائفية، ومعظم تقارير المنظمات الحقوقية الدولية أكدت ذلك. يعني كيف يمكن لطفل لا يتجاوز عمره 15 أن يهدد الأمن الوطني، وميليشيات الحشد الشعبي تقصف سفارات ومطارات وقواعد عسكرية وتهدد دول الجوار والعالم، وتهدد رئيس الوزراء بقطع أذنيه، ولا تهدد أمن الدولة؟
هو مخطط مرسوم لتدمير مستقبل أبناء المحافظات الغربية والموصل بحجج واهية ومكشوفة للجميع. واليوم أصبح اعتقال الأشخاص سواء بالغين أم قصار، نساء أم رجال، تجارة رابحة لعناصر الأجهزة الأمنية من خلال عمليات الابتزاز التي يمارسوها على أهالي المعتقلين والمبالغ الخيالية التي يطلبوها، مما يضطر بعض العوائل إلى بيع ممتلكاتها وأراضيها ومنازلها لإخراج أبنائهم. وهذا أيضا يصب في عملية التغيير الديموغرافي الذي يحدث في هذه المناطق. نعم. نعود إلى النقطة التي أثرتيها أو تفضلت بها قبل قليل حول أن هذه التهم وهذا التركيز على الأطفال يتم في مناطق بعينها دون باقي الأراضي والمناطق العراقية، ما الأهداف من ذلك؟ نعم، طبعا معظم الأطفال المعتقلين كما ذكرت هم من أبناء مناطق الغربية والموصل الذين ترفض الحكومات العراقية معاملتهم على أنهم ضحايا احتلال تنظيم داعش الإرهابي الذي أدخل نور المالكي إلى محافظاتهم لإنهاء تظاهرات المحافظات الستة ب2013، ولأنهم من عوائل فقيرة لم يستطيعوا الهروب إلى كردستان أو الخارج فبقوا عالقين في هذه المناطق، والحكومات العراقية تتعمد باتهامهم بالإرهاب. ويعني قالها نور المالكي قبل إدخال هذا التنظيم إلى مدنهم وقراهم إنها حرب أبناء الحسين ضد أبناء يزيد وأنهم حواضن الإرهاب من أجل إنهاء الاحتجاجات وإحداث التغيير الديموغرافي وتدمير مستقبل شباب هذه المناطق والمتاجرة باعتقالهم وابتزاز أهاليهم. يعني نستطيع القول إن ما يحدث لهؤلاء الأطفال هو جريمة تمييز طائفي تخالف اتفاقية حماية الطفل الدولية التي وقع عليها العراق. نعم، مسألة أن هذا قد ينعكس على موضوع التهجير، تهجير الأهالي والتغيير الديموغرافي، هل يمكن أن يصل الأمر إلى هذا الحد؟ نعم بالتأكيد هذا نوع آخر من أنواع الترهيب والتهجير القسري، مما يجعل العوائل يفرون بأبنائهم من محافظاتهم أو يقوموا ببيع ممتلكاتهم لدفعها إلى الضباط والعناصر الأمنية التي تبتز عوائل الأطفال. يعني وبالرغم من أن العراق وقع على اتفاقية حقوق الطفل الدولية إلا أنه غير ملتزم ببنود هذه الاتفاقية، وأيضا اتفاقيات دولية أخرى غير ملتزم بها. نجد تهاون المجتمع الدولي في محاسبة العراق على هذه الانتهاكات، في الوقت نفسه يحاسبون دولا أخرى أكثر التزاما بالقوانين الدولية فيما يخص ملف حقوق الإنسان. نعم. في العراق. أشكرك جزيلا المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أوروبا السيدة حنان عبد اللطيف، كنت معنا من أمستردام.